من تعطيك نتيجة. إذا كان ولد ينتظر صفعة والولد الثاني ينتظر سب شتم، كيف بيعيشها ولا الأبناء؟ إذا كان الأب يدخل في البيت وكأن قاضي، من كسر؟ من سوى؟ من جاب؟ من أمر؟ كيف بتحصل؟ ينفروا الأبناء، ينفروا. ولذلك كان واحد يقول لي، قال لي صالب ضروري ضروري أريدك. قلت له خير إن شاء الله، إيش ناك؟ ضروري، الوقت لا يسمح. طيب، فكان يقول يا أخي أنا أولاد أخوي يوم يطلع من البيت يحضنوه، وأنا يوم يجيوني ما حد يعاودني البر، إيش المشكلة؟ شفي أنا مع أني ما مقصر فيهم، صدقني يا أستاذ أحمد حتى دبي أشلهم، حتى ما أدري هنا أشلهم. فما قضية قضية، أنت الآن أنت تعمل رعاية مش التربية. التربية انتبهوا جيدا، التربية أن تجلس مع الأبناء، أن تقرأ القرآن معهم، أن تقضي الوقت الطويل معهم، هذه هي. ولذلك يوم تبقى أبنائك يتعلموا لا تجلس تقرأ القرآن وانت قافل في صفتك، لا، خلي الباب مفتوح، خلهم يسمعوك، لأن مهم مشي اسمه ولدي بيطلع شرواي. الدراسات لم تثبت هكذا، الدراسات التربية ليست وراثية، التربية مكتسبة، الشكل الجسد وراثي ولكن التربية ليست وراثية، وبالتالي قد يتعلموا من جيرانهم أكثر من يتعلموا منك.